ولا تنتزع العقيدة إلا بعقيدة. ولو تقدم رجل ليقتل إنسانا وهو يعتقد أن قتله لهذا الرجل نصرة لدين الله، والله لو حاصرته بالمدافع والطائرات والدبابات لن يتراجع، لن يتراجع، لأنه يريد الجنة من وجهة نظره. أما إن أردت أن توقف هذا الرجل عن قتل الآخرين بغير حق فبين له الحق، بين له الحق بلا تهكم أو سخرية أو استهزاء أو طعن، وإنما بين له الحق بدليله. ما طلعش أقول بقى ده دول مثلا شوية سمكرية ولا شوية لصوص ولا شوية، لا، بين لهؤلاء الحق بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير، لأن الفكرة لا ينتزع إلا بفكر، ولأن العقيدة الفاسدة لا تنتزع إلا بعقيدة صحيحة، فلنبين الحق بدليله. ثم بعد ذلك يؤخذ على يد الظالم ويحال بينه وبين الإفساد في الأرض وبين سفك الدماء وتمزيق الأشلاء. هذا ما ندين به لرب الأرض والسماء، ونخاطب الأمة، وأخاطب المسؤولين في الأمة، وأخاطب شباب الأمة أن يعودوا مرة أخرى إلى دين الله بفهم الصحابة ثم بفهم العلماء الربانيين. لأنني أقول دوما الحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع، بإخلاص النية لله وباتباعك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لا تخطو على الطريق خطوة ولا تتكلم في دين الله كلمة إلا بعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله العلم على العمل في الآية، قال فاعلم ثم بعد ذلك قال واستغفر، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. نعم أخي الحبيب، لا تخطو على الطريق خطوة إلا بمراجعة الربانيين من العلماء، وما أكثرهم في أمة إمام الأنبياء بفضل الله، لا يخلو زمان ولا مكان من أبناء الطائفة المنصورة، كما قال المصطفى في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اسمع الرواية تاني أنا من ستشي، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، يعني نقض عهده، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل. بل لقد جاءت أم هانئ، أم هانئ والحديث في الصحيحين، الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، قالت وهو يغتسل بأبي وأمي وروحي وتستره ابنته فاطمة بثوب، فاطمة الزهراء تستر أباها المصطفى بثوب وهو يغتسل، فجاءت أم هانئ أخت علي ابن أبي طالب وقالت بعدما اغتسل النبي وصلى عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، اسمع، زعم ابن أمي علي، أخوها زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين أجرته، يقال له فلان بن هبيرة. وفيه تفصيل بديع للحافظ ابن حجر لمن أراد أن يقف عليه في فتح الباري في هذا المسمى، يقال له فلان ابن هبيرة. اسمع، أم هانئ بتقول للنبي: زعم ابن أمي علي، أخويا علي رضي الله عنه، مصر على أن يقتل رجلا أنا أجرته، أعطيته أمانا، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة. وفي رواية أبي داود:
مشركا أجرته. فقال لها صلى الله عليه وسلم: الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفي رواية أبي داود: وأمنا من أمنت يا أم هانئ. أي خلق في سماء الوفاء هذا، أي خلق في سماء الصدق هذا. إنه محمد بن عبد الله: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأمنا من أمنت يا أم هانئ. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة، رجل أعطيته عهدا لا يجوز أبدا أن تقتله إلا أن تنبذ إليه عهده أو أن ترد إليه عهده، هذا هو ديننا، حتى ولو خان الكافرون والمشركون لا نخون، ولو نقضوا العهود لا ننقض العهود، لأن لنا دينا يضبط مشاعرنا وأقوالنا وأخلاقنا بل وأحوالنا القلبية. ليس من حق أي أحد أن يتكلم بهواه أو أن يتحرك على الأرض بهواه، بل بدين الله. لا يتكلم إلا بدين، ولا يتحرك إلا بدين، ولا يحب ولا يبغض إلا بدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وإن كانت الآية في اليهود فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، كما قول علماء الأصول. مش من حقك تقول أنا أعمل اللي على هوايا أو أعمل اللي على كيف وأنا شايف أن دي هي النصرة للدين. لا يا أخي، ما دليلك؟ الدليل كذا، تعالى. هل حققت مناط الدليل؟ لابد من فهم الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة. فيه كافر محارب نقاتله بملء الفم، أقولها لله، نقاتله. رجل كافر حربي أتى أرضنا وديارنا وبلادنا ليقاتلنا ليقتلنا، فلنقاتله ولنقتله، هذا دين الله جل وعلا. وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال تعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم. وقاتلوا